لك وحده يما حبيبتي وماما. يا يبا لا تعطينها الخرابيط، اعطيها فاكهه. الفاكهه زينه لها، فيها فيتامينات، فيها فوائد، وزينه حق الرشاقه وحق صحتك. صح كلام ابوي عدل، احط لك فواكه. ما ابي، انا اعرف هالكلاوات مالتكم اللي تسووها، لين تحاتوني مرضك وتعبانه وتجيبوا لي النكد وسيره التعب والمرض والحزن، ترى الحين ارجع. بسم الله عليك يما. خلاص 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 يبا، لا تغثونها لا تغثونها. وانتي بعد، انتي بعد مو كل يوم متهاوشه ويا ريلك وبحجه مرضي وتعبي كل يوم جايه ورايحه. الله والريل عاد سوالف الريل. لورا في شيء انتي وخالد؟ لا يما ما فيني شيء، انا اللي قصدي اقوله انه يعني من واجبه يسوي كذي. اي خالد ما يقصر، انا اشهد انه ما يقصر، ريال يعتمد عليه. والله ان ساعات يفهمني اكثر من عدنان ولدي. صح. ابي وحده. اخر وحده. اي آخر وحدة. ما يخالف. هابي بيرثدي، هابي بيرثدي تو. كل عام بخير يا ناصر. كل عام بخير انكل. ليش المناسبة؟ عيد ميلادك اليوم. شنو ناسي؟ ميلادي انا؟ عيد ميلادي انا. اي وانتم بخير وصحة وسلامة. شكرا شكرا. يلا وين نايم؟ ها بكمل. اخذ الهدية. وش اخذها انا؟ وش هذا؟ انا اخذها. وش هذا؟ اعطي اعطي افتحها. وش صندوق؟ اي شو اسوي فيه؟ افتحه افتحه. يلا يا ناصر افتحها بالامان. اكيد يا ناصر. اي افتحها، قالت لك امان افتحها. خاف يطلع شيء ولا هذا؟ لا لا
ما طلع هذا وين؟ يا ناصر حط ايدك داخل واخذ هديتك. هذه هديتك. ايه جايب لي ولاعة؟ جبت لك سيارة وانا عندي اغلى منك. والله جايب لي سيارة؟ مشكورين والله ما قصرتوا بيض وجه. يلا تصبحون على خير. ما تبي تشوفها؟ لا 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 بكمل الحلم اشوفها بعدين او صوريها وتجيها لي على الواتساب. زين قوم شوف كيكتك. حطي الكيكة بالكبت. اتصدقين انه مو وجه عيد ميلاد؟ نعم نعم. هلو هلو شلونك؟ تمام. شو تبين تشربين؟ قهوة. قهوة. Excuse me. على ما تي. ما شاء الله. تتحبين الجراحة؟ شو تبين؟ French coffee please medium. I have. Thank you. أحس إني ودرست جراحة أحلى. تعرفين لما تنقذين حياة مريض ويرجع للنبض تحسين إن نبض رجعت لك. شعور حلو ما أقدر أوصفه. روان أنتي قاعد تسولفين عن شيء يمكن هو بالذات اللي خلاني أدش هالتخصص. فأنا اللي حاسة فيك وما لومك. بعدين تي ماكو منك أصلاً. ولو في منك اثنينة كان الدنيا بألف خير. بما إني عارفة ومتأكدة إن ما في مني اثنين وما لي خلق أطول بالمجاملات، موضوع عندك. خالد. خالد. مثل ما قلت لك أنا وخالد حب عمره سنين. وخالد حب حياتي كلها. وهو نفس الشيء. لين كبرنا مع بعض. وصرت الإنسان اللي أنا عليها الحين فضل الله وفضل كبير منه. شنو اللي كبرنا مع بعض وعشنا سنين مع بعض؟ هذا قبل. الرجال الحين متزوج ويحب مرته ومرته تحبه. زين وهو يحبها؟ ما فهمت. روان انت لازم تعرفين شغله. انا وخالد علاقتنا انتهت. بس العشره والثقه والخوف عليه ما ينتهي ومستحيل ينتهي. بعدين خالد اذا عنده مشكله طبيعي يلجأ لي. وطبيعي انا اساعده. كصديقه طبعا. وعادي روان ان انا اللي اساعده. لأن أنا اللي شلت همه طول هالسنين. وأنا ما أدعي المثالية. بس أنا فعلاً أحبه. وراح أتم أحبه. مو بس اليوم. اليوم وباكر وطول العمر. بس بنفس الوقت ما أقدر أظلم إنسانة ما لها ذنب. ليه صديقتك فاطمة؟ أنا حاسة فيك. حب مبين كلامك إحساسك من طريقتك. بس أنتي حطي نفسك مكاني. شنو كنتي راح تتصرفين؟ أنتي حطيتيني في موقف صعب وايد. ليش؟ أنا ما كنت معاه من تزوج. بس روان أنا ما أقدر أمنع نفسي إني أنا ما أرد عليه إذا كلمني. هالشي مو بيدي. أنا راح أكون معك وأساعدك إنك ما تردين عليه وأعطيك القوة إذا تبين طبعاً. أكيد أبي. ولو ما أبي كان ما كلمتك. دشي روان.
دادا لا طايرة. شوفي ما ابي اوترك وعور راسك، كافي التوتر اللي سويتي اليوم الصبح. بلشت فقرة تفلسف الليل. ليش اليوم اي يوم؟ من صح اليوم يومك باكر ثلاثة امي، سبحان الله اهلي مرتبين بالمغث، حياك حياك مرتبين اهلي بالمغثة سبحان الله. ما راح اتفلسف. تبين تغيرين؟ لازم من داخلك انت ترضيني بهالشيء. الله كانت طايفتني تصدقين؟ يبقى امي قالتها اشكره، بتم تحبك اكثر مني، وانا لو شنو اسوي؟ بتم تفضلك علي بالطالعه والنازله، كبيش؟ لو شنو اسوي؟ فكرتي تقعدين مره معاها؟ فكرتي تطلعين معاها فيلم؟ فكرتي تقعدين معانا احنا؟ سويتي كل هالامور وما تغير شيء؟ سهله، كأنها معادله فيزياء. وكان قلتي من الاول يعني؟ عموما انا بجرب بطبق اللي قلتي وبشوف. زين خلاص خليش كملي التك توك مالك. اشونش تدرين يعني قاعده تعورين راسي. شنو هذا؟ شو مهبب يا خالد؟ شو مسوي بالبيت؟ لا 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 هذا مستحيل يكون إنسان طبيعي، مستحيل. شنو هذا؟ استغفر الله استغفر. جيسين اللعبة. لا لا ما راح اجيس لك اياها يا خالد، راح اقط لك اللعبة بكبرها. هين سير خير. سير خير يا خالد. مقتنعة فكرة ان احنا رحنا شرينا ملابس عشان نبيعهم عشان مبلغ التبرعات، بس الحمد لله يمعنا مبلغ زين يعني. الحمد لله افتكينا وخلصنا يا معودة. بعدين تدري شلون؟ انا المرة الجاية ما راح اشتري هدوم. على طول المبلغ اللي عندي بحطه مع مبلغ التبرعات. تبرعات؟ وفلوس؟ وما ادري شنو، من وين لك هذا عندنا؟ عندي فلوس، شو اللي من وين يعني؟ ليش تحسسني توني اعرفك؟ انت ما تشتغل، من وين بتجيب فلوس؟ من أبوي، بس لا تحاتين، الوضع تمبرري أندر كنترول. الوضع عندي مثل ما قلت لك تمبرري، لا تحاتين. عدنان اللي أنت قاعد تقوله مو منطقي، هذه حياتنا، بنتزوج أنا وأنت، ماي داد لمتى؟ هذا ترى الماي داد ترى حنون، يعني ما يقصر معاي. ما لك شغل، الوضع تمبرري، أنا شو قايل لك تمبرري لا تحاتين. تمبرري تمبرري، أنا ما قلت شيء، باكر شلون بنعيش؟ شلون بناكل؟ شلون بنلبس من غير فلوس؟
يعني شنو تبي نروح حق ابوي؟ يبقى وقف لا تعطيني فلوس خلاص انا بصير مسؤول عن نفسي صح؟ ترى فضحتنا بالمجمع اهدأ الوضع الحين لازم ينتهي الحين لازم تنهي الوضع يلا او عدل الوضع كيفك سوي اللي تبي صح كلامك والوظيفه اللي في امريكا انا ليش وقفتها وهي تديره مو عشان احقق الماي دريم مو ماي دريم ماي دريم اللي انت قاعد تقولها والوظيفه اللي انت قاعد تذكرها 24 ساعه هذه بفضل علاقات ابوك يعني انت ما اجتهد يعني انت ما سويت شيء يذكر صح ولا لا انا عشان اثبت لك ان انا ابي احقق لك اللي تبينه وبتغير بعطيك الكرت شوف مع اني ما اقتنعت المفروض اني انا وايد معصبه راح اخش عندي ماي هارت ماي هارت اوكي هذا راح اخش عندي عشان نجمع الدينار على الدينار كل شيء على كل شيء هني واشوف بعدين شلون تطلب من ماي داد اكل اكل يلا هاك الصحة كلها مو حلو كذي صارت 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 all I gonna say تشتشنا صارت 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 وall I gonna say يبقى صارت 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 all I gonna say يبقى all I gonna say وسمبوسة وسمبوسة نورة تعالي أنا؟ تعالي تسرع في أحد ثاني اسمه نورة هني أوكي أوكي calm down Calm down. خير خالد عسى ما شر صاير ورقة كبر راسك حاطها على التلفزيون وقايل لك لا تجلسين ولا شيء البلاي ستيشن وين هي؟ ما ادري لورا بهاليد راح احفلك راسك نصين اذا ما طلعت البلاي ستيشن البلاي ستيشن وين هي؟ لا تقول لي القوطي المربع الأسود اللي يشبه قوطي مكياجي القديم ايه هو قطيته بالزبالة قطع البلاي ستيشن بالزبالة مو الزبالة اللي بالبيت الزبالة اللي برا بالفريج روحت قدامي الحين تجيبين البلاي ستيشن ترضى مرتك حبيبتك تطلع بانصاف الليالي برا قدام الناس بالفريج عادي عندك؟ ايه افضل خلصي روحي قدامي خلاص خلصي اهدى كام داون لحظة اهدى شوي اهدى تفضل يا خالد تفضل يستحسن تكون وايد ريلاكس يستحسن تقولي لي وين البلاي ستيشن لا يجي اطراق على قفاك اكيد طبعا راح اقول لك بس لازم تكون هادي جدا خلصي طلع البلاي ستيشن خلصي خلصي زين اف ويلكم حياك الله يا خالد بالمرحله الخامسه اذا عديتها بنجاح راح تحصل على جواهر ان شاء الله طلع البلاي ستيشن لا احد فيك واحد بهالدرامات هذه خالد ايش فيك انا مو قلت لك لازم تهدى وبعدين انا قايله الصج البلاي ستيشن بالزباله بس ما حددت اي زباله فيهم وهالشيء انا تعمدت اسويه عشان تفكر عدل لانه ايزي كار طلع البلاي ستيشن لا تجمعين الجيران على ان خلصي خالد لازم تهدى وتتعب على الشيء لانه اذا تعبت على الشيء راح تلاقي طعم النجاح دوره بكوعي الحين اضب والله خلاص يبا في علم النفس قبل والله علموني ان الهدوء والتفكير يساعد على النجاح بك تنجح يا خالد تنجح فكر والبلاي ستيشن اوكي خلاص انا راح اغششك بس ها لازم تفكر مو اول اثنين على اليسار كلش ابيك تعد ثالث واحد على اليمين واطرح منهم تاريخ ميلادك راح تلاقي البلاي ستيشن ان شاء الله علم النفس عندي تدري ايش يقول شو اقول يا خالد؟ إذا ما اختفيتي من قدامي وما طلعت البلاي ستيشن خلال خمس عدات راح أحذفك من الزبالة. أتحداك. واحد. اثنين. ثلاث. أربعة. لا خلاص
هذا نايم هنا؟ موديلات موديلات. عدنان؟ عدنان ماما؟ عدنان؟ عدنان؟ رايح ولا يمك، كوبي بيست مثل ابوك، نفس الشخير السابع جار. هاي شنو بعد؟ باستا دازتك لامريكا تدرس ومتكلفه باستا. اقول لي هذا المطبخ ايش حلوه وعلمك احلى الاكلات، جوردن بلو، مكرونه بالبشاميل، باستات، بيتزات، قول لي حتى باتشا علمك. بس طالعين فيها اكون شيف يعني، شيف يا اللي لزم له جدر لو خلى صحن قال انا شيف. اونلاين يمه شنو وحش؟ موبايلك اونلاين كالعاده، وغيرها روان بعد اخبل منك. حلو هاي نفس الشخير، لا الامور طيبه الحمد لله والشكر ربي. الله يوفقك ماما، الله اختيار موفق الحمد لله والشكر. يمه يمه وحوش عندي بالبيت، وحوش ثول بعينك انت وروان. هلا ابو جاسم. هلا هلا شلونك؟ اخبارك؟ الله يسلمك. شو خلت سوالفك ما تخلص؟ لا لا تحات خلص عنك. حلينا الموضوع. ايش وراك؟ شنو هذا الشايب؟ لا هذا اغراض موصلين عليها عمي ابو عدنان. عم ابو عدنان؟ إيه. لا 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 وش كان؟ حياك الله حياك الله. صباح الله بالخير محمد. هلا صباح الخير خالد، شلونك؟ شو اخبارك اليوم؟ الله يطول لي بعمرك. ان شاء الله زين ما عندك مشاكل؟ لا لا تحاتينا فعليك. ايش فيك؟ بسم الله ايش فيك خالد ايش فيك؟ تفضل يا محمد. الحمد لله خرعتني، ايش هالحركات خالد؟ ايش دعوه ما بعدنا الامور، ترى انت حسبة اخوي العود. ها؟ يعني انت حسبة اخوي. ايه خليني اشوف شنو جايب. شوفه شوفه. أنا على هالحال من فترة، كل مرة تشتري أغراض، كل مرة تشتري أغراض وآخر شيء تقطط فيهم. أنت متأكد إنها ما تبيهم؟ ترى وايد غاليين. ما تبيهم وكل مرة ثاني مرة وثالث مرة تقعد تقطط فيهم. عاد أنا قلت النقصة هذه حق أختي محمد. من صدقك؟ هذه وايد غالية. ليش بالعافية؟ كلها حق. ايه بس هي تدري ان انت راح تعطيني اياهم؟ ايه انا ما اخشي عليها ترى. صدق؟ ايه مشكور. يعطيك العافية. ما شاء الله اشوف طالب بيتزا. ايش قاعد تطبخ هني ان شاء الله؟ ذرة وبيتزا؟ شو اسوي؟ لو عندي مرة سنعة كان طبخت لي، ما خلتني اطلب من المطاعم. خالد وين مكياجي؟ ثلاث ارباع مكياجي مختفي من الغرفه، وين وديته؟ وين البلاي ستيشن؟ طلع مكياجي وطلع لك البلاي ستيشن. ليش تفز بذاك اليوم؟ مو ثالث واحد على اليسار، اول واحده ثاني واحد على اليمين بالزباله دو. خالد بلا ملاقه، مكياجي غالي، قوم طلع لي اياه بسرعه. حتى البلاي ستيشن غالي، لما تطلعينها ساعتها طلع لك. خالد طلع مكي. خالد خالد دقي على الزعافي، انت حوره. ما فيك الا العافيه، ما فيك الا العافيه. خالد من
صجيتي شكلها انكسرت دقي على ساعة. لا تطولين على نفسك، ان شاء الله مو كسر. اخ ما ادري، احس اني مو قادر احركها. خالد دقي على الاسعاف. شنو مثل الوليان ارجوك لا تعذبني ولا تروحي. بيبي انا بروح بيت اهلي، اشتيل معي؟ اعتقد ان عندي سياره واقدر اروح بروحي. اوكي قلت مكسره. يمكن ما تقدرين تسوقين، انا اسوق. اذا حرام الكرسي اليم يكون فاضي. ماشي. اكيد ما تبين تجين معي؟ اطلع برا. ارجوك لا تعذبني ولا تروح عني تعبان. ماشي يصير خير. السلام عليكم. هلا يما. هلا عمتي. هلا خالد. هلا حبيبي. ولي بعمرك. هلا ماما. يسلمك ويحفظك يا رب. شلونك؟ الحمد لله تمام. ها شو اخبارك؟ الحمد لله طيب. حيا وين عمي وعدنان؟ عدنان راح عنده تطوع عمل خيري. مو من عوايده. اي والله مو من، انا هم قلت بس هذا اللي صار. الله الهادي. وعمك راح يعازي بيت ابو جاسم. ان شاء الله باكر بروح لهم. ان شاء الله. حبيت ابشرك واقول لك انت اول واحد. خير؟ الدكتور اليوم طمني وبشرني، قال لي غدا عنك الشر، بعد ما احتاج جلسات كيماوي راح المرض. اللهم لك الحمد، هذه البشارة. ألف حمد وشكر. الحمد لله على سلامتك الغالية. الله يسلمك حبيبي. ونسيني والله. الله يسلمك عمري. عاد لورا تدري؟ لا والله ما قلت لها، قلت اسويها مفاجأة. ايش حقها مو جاية معك؟ لا هي بالبيت تعبانة شوي. تعبانة ايش فيها؟ لا ماكو شيء. ايش فيها بنتي؟ عادي بنية تعبانة. فيها شيء؟ لا عمتي والله ماكو شيء. لحظة على خبر. ثواني. ايش فيها لورا؟ قول لي امانة. ماكو شيء عمتي. متعورة صاير فيها شيء؟ لا ماكو شيء. تكفى قول. ماكو شيء عمتي ايش فيك؟ واي. اخ. هين. ماشي يا خالد. انا تسوي فيني كذي؟ اعلمك. حسبي الله عليك من ريال. الو الو. هلا ماما حبيبتي. ايش فيش عسى ما شر؟ ليش ما جيتي مع خالد توا؟ خالد تقول تعبانه. ما فيني شيء ماما، قلت لك بس ايدي شوي تعورت. خو مو كسر ماما؟ لو كسر انا اتكلم معاك مرتاحه بهالطريقه؟ ما فيني شيء ان شاء الله. الف الحمد لله وشكر، خرقتيني يا ماما. المهم انت شلونك؟ لا اطمئني انا زينه. انا زينه الحمد لله. توني قاعده اقول لخالد طمني الدكتور وبشرني غدا عني الشر، فحوصاتي سليمة وما احتاج بعد جلسات كيميائية. اي والله الحمد لله وشكر ماما. الحين يلج، الحين اقوم ويلج. لا ما يحتاج تجي. لا حبيبتي خليك مرتاحة، انت تعبانة اليوم. ودباك تعي على العزيمة. حاضر ان شاء الله. يلا حبيبة امها عمري، انت حبيت ابشر شاك خال معك. هلا حبيبتي. خليها بعدين نسولف. نسولف فيها بعدين. يلا اوكي. متعشي؟ اي توني ماخذ لي لفه فلافل بالدرب. زلاطه وعمبر. الله. مو تدلل هسه احلى اشياء اسوي لك هسه. ثواني. بعد روحي انت. الله يحفظك ان شاء الله.
بطل الباب لو اقسم بالله اذبحك اليوم بطل الباب لورا لورا فشلتينا قدام الجيران بطل الباب لورا بطل الباب اسمي الله ونعم الوكيل فيك والله لا اذبك لورا 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 فتح الباب الجيران قاعد يطالعون لنا فشلتينا فتح الباب ما اسمع ما اسمع شنو فتح الباب فتح الباب خالد ما اقدر حرام ايدي تعورني الباب الباب فتح الباب خالد ما اسمع عساك الصمخ ان شاء الله ان شاء الله الصمخ فتح الباب اقول لك اوه خالد تعبانه بنام اوكي والله لا ادبك باي نط البيت من الدريشة كأنك قط وما أدري شلون. شلون يعني نط من الدريشة؟ دراني الله يلوع كده بس مطري. راح أعلمه والله ما راح أخليه. قتها وقدود. أدري فيك. يما خالتي. روان شلونك؟ الحمد لله على سلامة أمك. الله يسلمك. أنا ابنك. ملك تليفون. الو يا هلا والله فاطمه عرفت شنو المشكله بينهم شلون عرفتي ما تبي شفت الدنيا شلون تحبين واحد ما يبيك وهو متزوج واحده ما تبي شلون عرفتي لما اشوفك بالدوام اقول لك يلا 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 باي لعيد. باي لحد يطلع يشوفني باي روان هلا منو كنت قاعد تكلمين خير وتالي يعني لمتى ما تدبوزك قلنا لك خلاص السموحه منك ما ياما سويت دقات وما تكلمنا ومقالب لين راس ولا تحكيت ولا بطلت حلجي زعلتي على هذه الحين طبيب وديناك دواء واشترينا لك على شنو ما تدبوزك الحين
زين ممكن حضرتك تقوم تجيب لي ماي؟ الحين انا قاعد اكلمك بالموضوع وانت تقولي لي جيب لي ماي؟ اي مو عشان ارد عليك لاني عطشانه وريجي ناشف بليز يعني. صبر الارض.